هناك سؤال صراحة، والمتلقي قد يكون متخصص أو غير متخصص، في أربع كلمات: عوامل قوة السياسة السعودية برأيك؟ أنا أعتقد أن أولاً العامل السياسي، الدور الريادي للمملكة في محيطها وفي منطقتها، قيادتها لدول مجلس التعاون الخليجي، هذا محور. المحور الثاني هو فرادتها، هذه اللي أقول لك أنا، فرادتها في أن ليس هناك تراكمات تاريخية تعطل هذه البلد، عقد تاريخية لا يوجد توقفها. لا يوجد، لا تتحرك هي بأيديولوجيا، لذلك ترى فيها هذه ديناميكية، ترى فيها هذه براغماتية، ترى السعودية تتحرك بسرعة على محاور عدة في نفس الوقت، وتتعامل مع مع القوة الدولية بحكمة، رغم هذا الهجوم الذي تفتعله بعض وسائل الإعلام الدولية وبعض القوى الدولية ضد المملكة. المملكة لم تتأثر من هذا أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر. جميل دكتور، اليوم عندما نتحدث عن سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية، هل فكرة أن المملكة العربية السعودية ما زالت هي قائد العالم الإسلامي والعربي تراها في المنظور البعيد فكرة متحققة بشكل أكبر وفق الإصلاحات التي أنت تشاهدها اليوم، إصلاحات الموجودة في الداخل أو في إصلاحات سياسية في الخارج؟ لا زالت كذلك، لأنها حتى المبادرات المملكة تراها تستهدف محيطها دائما، سواء المبادرات الأخيرة المتعلقة بالاحتباس الحراري وخلافه، حتى الدول التي معادية المملكة، المملكة تدخلها في هذه المنظومة. في جهد سعودي لتغيير الرؤية السعودية قائمة على تنويع مصادر الدخل وعلى الاستغناء عن النفط. هذه الرؤية جادة. كيف جادة؟ هذه المبادرات السعودية. في دول تعتقد مثلا أن الكورونا مزحة، في دول تعتقد أن النفط ممكن تستمر عليه، مع أن هذه الدول التي هي معادية المملكة ستفقد أكثر من نصف دخلها في غضون أقل من 10 سنوات. في إحساس سعودي بأن هناك خطر داهم على هذه المنطقة، لذلك المملكة تقود هذا الحراك، وأيضا تقود نهضة هذه المملكة. لا يوجد طريق آخر ترى أمام هذه الدول، لا يوجد طريق. إذا انشغلت بهذه الخلافات، في دول تتحرك بالأيديولوجيا، في دول تتحرك بالطائفية، في دول شغلتها تمويل هيكل ميليشياوي في هذه المنطقة، في دول تأخذ أموال شعبها وتصرفها في دول أخرى لتمول سلاح في دول أخرى، السعودية لا تفعل ذلك. الهدف هو الحقيقة النهوض بهذه المنطقة وإنقاذها مما قد يواجهها، وهذه المواجهة ترى حتمية. العالم كله يتغير، الكربون فوتبرنت في العالم ينزل، الدول الغربية تريد الاستغناء عن النفط بأسرع وقت. الوضع هذا لن يستمر طويلا الحقيقة، والمملكة تقود هذه الحركة. والمملكة تقود هذا، المملكة رأت هذا قبل غيرها. المملكة هي الدولة الوحيدة الحين الجادة لتراها تتحرك في هذا الاتجاه، ورغم ذلك هناك من يهاجمها، وهناك الحقيقة من يرى بنظرة قاصرة ويريد تحصيل مكاسب آنية ونسيان الهدف الأبعد، وهو أن تبقى هذه قدر النجاح. ربما الهدف هو أن لا تتحول. عندنا دول فاشلة الآن في هذه المنطقة، لا نريد زيادة عدد الدول الفاشلة الحقيقة. حتى من يعادينا نتمنى له، لا نتمنى أن نرى مشاهد مؤسفة تخرج مثلا من إيران مثلا بسبب كورونا مثلا أو من أي دولة أخرى. هذه مشاهد حقيقة وهذا الفشل في إدارة أزمات مثل هذه في محيطنا يؤثر علينا. هذا أيضا قالت الحكومة، قال خادم الحرمين الشريفين قبل أيام أيضا، في شك. وإذا تحدثنا عن المقارنات وعن التعامل مع الأزمات، دكتور هشام، موضوع أزمة كورونا نعلم أنها قلبت الموازين، شقلبتها، فشفنا دول دائما ما كانت تتعامل مع ملفات وأزمات بشكل ممتاز واهتمام بالتفاصيل وتفوقت على دول، وجدنا اختلفت هذه المقاييس، وجدنا أن السعودية كانت من الدول الرائدة في التعامل مع هذه الأزمة. كيف هذا التعامل الإيجابي واللي أحدث نجاح في كل المعايير نتحدث له انعكاس على سياسة المملكة وعلى صورتها طبعا في العالم؟ أنا عشان ألخصها بكلمة واحدة وبدون ما أردد كليشات حقيقة، لأن كان هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف، انسحبت على بقية الملفات، كل الملفات تتعاطى مع المملكة تتعاطى معها بجدية، هي أخذتها بجدية منذ البداية. في دول أخرى استهترت بها ورأينا ما حدث فيها، لذلك المملكة تفادت هذا الخطر. بالمثل أيضا أزمات أخرى في المنطقة، الحقيقة المملكة دائما تتعاطى معها وتتعامل معها بجدية منذ البداية، وهذا ما جنب الحقيقة هذه الدولة
الكثير من الكوارث والأزمات. جميل. الدكتور هشام خلال الفترة الماضية وخصوصا مع رؤية الأمير محمد بن سلمان شاهدنا أن هنالك تركيز سعودي على المجالس التنسيقية بين الدول. شاهدنا المجلس التنسيقي السعودي البحريني، السعودي القطري، السعودي الإماراتي، السعودي المصري، السعودي الباكستاني مؤخرا. هذه المجالس هي نمط جديد من أنماط السياسة السعودية، ممكن تعطينا نبذة عنه، شلون تفكر القيادة السعودية في المستقبل في الجانب السياسي في هذا الإطار؟ والله ولي العهد حفظه الله واضح، يعني منذ قدومه كان تركيز المملكة على التحالفات وعلى إنشاء التحالفات والشراكات الهامة للمملكة. السعودية تحرك لأن لا يمكن في دولة تتحرك مهما بلغت قوتها تتحرك لوحدها. الناتو لا تحرك لوحدها، المنظمات العالمية تتحرك لوحدها. لذلك رأينا السعودية الآن تنخرط بقوة في هذه الأحلاف وهذه المجالس التنسيقية تنشئها الحقيقة وتتعاون مع الدول. فهناك فرص الحقيقة غير يعني متروكة لم تستفد منها السعودية سابقا. الآن لا، مع كل هذه الدول في مراجعة لكل هذه الملفات مع هذه الدول، أي دولة ممكن تستفيد من المملكة ستتعامل معها الحقيقة، وسيكون هناك هذا التعامل ممنهج، لن يكون ترانزاكشنال، لن يكون مرة واحدة، لا الكل مستفيد. خطة مشتركة، خطة مشتركة تسوي ون ديل، أنا ما أدري كيف، يعني هو نصر للجميع الحقيقة. أنا ما أبغى أذكر أسامي دول، عندك من الهند للصين لوسط آسيا لدول أفريقية، ناهيك عن دول مجلس التعاون، ناهيك عن أوروبا، ناهيك عن الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن روسيا. هذه دول يعني المملكة تتعامل الآن مع الجميع الحقيقة وتفتح ذراعيها للجميع، وهذا أيضا جزء من رؤية المملكة الحقيقة وفلسفتها. هذه الرؤية الشاملة، رؤية هذه ليست رؤية اقتصادية فقط، هي رؤية سياسية، رؤية اقتصادية، رؤية اجتماعية، فيها تغيير كبير. وحق القرارات الجريئة في تاريخ الأمم تتراوح الحقيقة بعض الأحيان بين السيء والأسوأ والأحزن، لكن الوصول للكمال لابد أن يكون هناك قائد الحقيقة يأخذ هذه القرارات التاريخية ويمضي قدما الحقيقة ولا يلتفت لأحد. دكتور، بمفهوم السياسة كيف تنعكس السياسة الداخلية إجمالا على سياسة أي دولة خارجية؟ أكيد إذا كنت أنت محصن داخليا، إذا كان عندك مثلا الورك فورس اللي هو القوة العاملة المرأة داخلة في منظومتك الاقتصادية، إذا كنت قوي اقتصاديا، إذا كان لديك مؤسسات قوية، الدولة هذه فيها مؤسسات قوية ترى، مؤسسات هذه تتنافس ترى بعض الأحيان، ومنافساتها ومؤسسات هذه أيضا تحاول الوصول للأفضل. صحيح. هي ليست المملكة دولة مؤسسات، منذ تأسيسها وهي دولة مؤسسات. البيروقراطية السعودية بيروقراطية عريقة، أي تطوير في هذا الداخل ينعكس بقوة على سياسة المملكة الخارجية الحقيقة، يعطيها زخم ويعطيها قوة أكثر. يعني مش ممكن تكون قوي خارجيا وضعيف داخليا أبدا. في دول حوالينا الحقيقة ما بدون يعني ما أذكرها فيها بيروقراطية مهترئة الحقيقة، وفيها ضعف داخلي، وفيها فساد مستشري، عندك ونف الفساد، يعني هذه الصرامة وهذه الجدية في التعاطي مع الحقيقة. شوف انتقلت ترى مو بس من القطاع الأدنى أو الأوسط، حتى القطاعات العليا كل البلد الآن تتحرك كورشة الحقيقة، بعدما ضخت يعني ضخت فيها هذه الإجراءات، ضخت الروح والدم في هذه البيروقراطية السعودية. يعني صراحة أتكلم إجمالا، كثير نلتقي بأصدقاء أصحاب من جنسيات عربية ودائما ما أسمع الكلمة يقول بلدكم بلد صبور، فهل يعني ارتباط السياسة بالصبر إجمالا؟ هو لابد يكون في حلم وفي صبر أيضا، وحد للصبر، وفي حد للصبر أيضا، اللعب مع الزمن هذا، وفي أيضا تغاضي عن بعض الملفات وتعاطي وحكمة وتعاطي مع ملفات بطريقة مختلفة عن ملفات أخرى، وفي أيضا صبر على القريب أكثر من البعيد، هذا لا شك الحقيقة. وأيضا المملكة توفر ترى غطاء سياسي وعسكري وأمني لمحيطها، يعني في دول مستفيدة منها الحقيقة، تستفيد منها اقتصاديا، فمفترض على جميع هذه الدول أن تشارك في هذه المنظومة الحقيقة، وأن دولة عربية لها قيم، لها أخلاق، لها سلوك، وأن تقدر جهد المملكة في هذا الإطار وهذا المضمار. يعني في جهد سعودي واضح، إذا نجحت المملكة في رؤيتها، نجحت في نظرتها للعالم، نجحت في تعاطيها مع القوى الدولية الكبرى، النجاح هذا ترى ينعكس، هي ليست منافسة، ينعكس على قوى كثير ودول أيضا جارة للمملكة، حتى لو كانت هذه القوى ليست في حالة وئام مع السعودية.